المدني واخيرا واخيرا لقطنيكي <applause> I did my best كنت يا مشغولة يا عم تتهربي يا لا ما بتهرب كنت مسافرة ومشغولة و I was traveling so much هاي السنة عن جد I need to sit down شوي يا yeah, كثير famous no 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 human working busy قد ايه نتفليكس كانت أول تجربة لك نتفليكس صح؟ <applause> لا it was not Netflix it was Bravo اوف <applause> Yeah, Bravo. Should, should make more research. Yeah. <laughs> <laughs> it's a reality TV show, America. Mm. It's on Bravo. And um, it was a crazy experience. I'm not sure. But yeah. Okay. We're uh, in Housewives of Dubai. Yeah, it's uh, okay. But how can you read from the film? What is it? 50 50. I'll say في ناس كانوا مرحبين بالفكرة لأن في تو تايبس اوف Arabs اللي منفتحين للتغيير ويحبون هالأشياء هاي وفي ناس المتعصبين شوي ومتمسكين بالعادات بطريقة غير طبيعية so they don't accept the change فكان في ردة فعل نيجاتيف و positive. بس في النهاية يعني it's my life أنا ما قاعدة أذي أي حدا عايشة حياتي و I'm just doing what I have to do يعني بس حسيتك انت اكثر وحده يمكن انتقدوكي لانه لانه اماراتيه اكثر يعني انه آه انه هاي مش عاداتنا ومش تقاليدنا ونحن عم نقلد الغرب خصوصا يعني <تصفيق> <تصفيق> انا الاماراتيه الوحيديه الاماراتيه الوحيده اون ذا شو فعشان كذي الاتاك يعني انا اكثر شيء بس في النهايه العادات والتقاليد هي من يعني بالانجلش بيقولون انه اتس بير بريشر فروم ذا ديد انت ترجمها بالعربي، انا ما اعرف كيف اوكي بير بريشر بالتايتلز اوكي يعني انه اتس بريشر فروم بيبل ذات ار جون مضبوط ناس اخترعوا العادات وراحوا في وقت معين، في زمن معين، هذا الوقت وهذا الزمن ما يتطابق لا مع وقتنا ولا مع زمننا. فأنا أحترم العادات والتقاليد لكن أنا بالنسبة لي دائما أقول العادات والتقاليد بوكس تشوكلت، مش كل شيء موجود جوا راح يعجبني اخذ اللي بيعجبني وبترك اللي ما بيعجبني وبحترم العادات والتقاليد بس مش شرط اني اطبقها كلها والعادات والتقاليد ما يخصها بالدين اصلا هي موروثات موروثات يس. بس يمكن لانه اول من نوعه اخذ اكثر انتقادات يعني اذا بتشوفي من بعده في دبي بلينج اخذ شوية اقل انتم استلمتوا الصدمه قبل انا في وجه المدفع كنت اول شيء بس لا في النهايه يعني شوف انا ليش اخذت الشو اول شيء عشان اكبر سيلف براند بامريكا لان الشو هذا من هوليوود اوكي هذا اول شيء ثاني شيء اعتقد ان العرب وخاصه الاسلام يحتاجون بيج بي ار وما في بي ار اكبر من هذا اني اكون على كل شاشه انسان غربي او بامريكا واثقفه عن عن الاسلام وعن العرب وان اقولهم ان كل اللي تعرفونه عنه غلط فاخذت يعني مثل ما اقول ريسك just to do a PR campaign for العرب يعني مظبوط وباسلوب وطريقه هن يفهموها اكثر يعني قريبه لهم اكثر اكيد شو هالتاتوز الحلوين؟ انا وياك <applause> كم تاتو عندك؟ انا عندي سليف اوكي وون مور هير اي هاف oh my god <applause> everywhere بس انا all my tattoos يعني they represent a story in my life ا uh, سواء خبريني أنا... 68 ستوريز يلا إيه بدنا 7 hours of podcast لكن um, كل كل تاتو يا قصه حلوه او يا درس تعلمته في حياتي لان اذا كل يوم بوقف قدام المنظره وبشوف تاتو على ايدي بعد فتره بتحس انه اي دونت وانت وهذا لكن لما في قصه معينه مربوطه فيه بتشوف تتذكر الميموري وما بيزعجك انه موجود للابد على جسمك بس في طبعا حلو هو سيلف اكسبريشن او التعبير yeah. عن عن الذات بس اكيد في انتقادات اكيد وشو كيف تعاملي معه انت وكيف يعني ردت فعلك شوف و... انا نظرتي للحياه ان انا روح وهذا جسد يعني الجسد مش رايح معي اي مكان يعني بالدنيا وراح يضل بالدنيا فانا كروح يعني انسانه محترمه اساعد الكل احب الكل ايم بوزيتيف فاذا الواحد يبغى يضايق وياخذه بشكل بيرسونال ان انا شكلي غير عن توقعاتهم هاي مش مشكلتي اذا انت زعلانة او انت زعلانه لان انا شكلي مو مثل ما توقعتيني اكون هاي مشكلتك مش مشكلتي انا لما بديت I show myself more and I express myself more وأكون يعني authentic على طبيعتي في خسرت كثير ناس لأن قالوا لي أن أنت تغيرتي طب أوكي كيف تغيرت شخصيتي تغيرت لا هل أنا كرمي تجاهكم تغير لا طب روحي تغيرت معاكم لا أسلوبي تغير لا شكلك تغير طب شو المشكلة هذا لباس للروح شو المشكلة إذا لبسي عجبكم أو لا أهم شي شخصيتي بس في ناس يعني البني ادم يوصل لاماكن معينه في حياته التتود معين م. ارتفاع معين في ناس ما يقدرون يطيرون معك للعلو هذا فاي دي فول يو او فأتس اوكي اند هو ايفر كان جو اب وذ يو كان جو وذ يو ما هو صار اللي عم بيطير ممكن نكون نحن كلنا طايرين مع بعض فاجمالا على نفس الالتيتيود بنكون بس لما واحد بيعلي اكثر او بياخذ سرب لحاله بياخذ اتجاه لحاله بياخذ اكثر انتقادات yeah. فليه انت ما عم تطيري مع مع المجموعه تبع ال... لان لما اموت واكون 6 feet under the ground ما ابغى افكر اني اعيش حياتي بس لارضاء غيري وارضاء الناس غايه لا تدرك يعني انا كانت يعني سواء كنت قاعد في البيت او طالع 24 ساعه they're gonna talk about you راح يحكوا عنك ف انا بالنسبه لي اهم شيء الاخلاق المورالز الاثكس هاي اهم اشياء عندي الباقي اتس نوت امبورتنت فانا احكم على الشخص لا من شكله ولا من لون شعره ولا من الوشم ولا هالاشياء كلها ولا من اللبس حتى هالشيء بينك وبين ربك واختياراتك انت يعني اما انا احكم على الشخص من شخصيته كيف يعامل الناس تفكيره هاو ديب ذا بيرسون از فمثل ما قلت لك في النهايه احنا احنا كلنا ارواح يعني وير سولز yeah. بس ساره انه منين جاي بهذا هلا انا انا اكيد من رايك بهذا الشيء انه كل واحد حر بنفسه بس منين جاي بهذه القوه او هيدي الفريدوم اللي عم تمسكي فيها وعم تدافع عنها يعني الاهل مين مين دعمك بهذا البارت وخصوصا انت من مجتمع محافظ ومجتمع أه العادات والتقاليد شغلة أساسية عنده إياها أكيد مية بالمئة أنا قبل حوالي ست سنين رحت في رحلة اكتشاف الذات لأنه في أشياء تعلمتها وأشياء علموني إياها لما أقعد مع نفسي It doesn't make sense مثلا إحنا عندنا العرب the shame culture <applause> عيب كل شيء عيب هيدا غلط ما تزعلوا هذا خبوا احساسكم هايد ماسك فانا يعني ومثلا وشيء كبير اللي فتح لي عيوني هو الفشل ان الفشل عيب نتكلم عنه انا في 2013 اي بيكيم bankrupt خسرت كل شيء عندي كانت شراكه غلط وخذوا كل فلوسي فلما كنت اطلع ابغى اتكلم مع الناس عن مواضيع كنت لازم اكذب واقول ان ايم اوكي okay وشغلي اوكي okay علشان اطبق اللي انا تعلمته ان الفشل عيب لكن بعدين بديت اكسر هالقاعده هاي واتكلم في الفشل وحسيت ان ايم كونكتنج مع الناس اكثر لان انا يعني في مصداقيه في حياتي في طريقه اللي اعيشها في كلامي بعدين اكتشفت ان احنا بيسمونا وش يسمونا بالانجلش يسمونا ذا سليبرز يعني احنا بلايند فيث يعني احنا مثل يعني ننولد وي جيت بروجرامد مثل الكمبيوتر وخلص نعيش حياتنا على البروجرامينج هذا لا انا رحت مسحت كل شيء ريبروجرام للكمبيوتر وقاعده اكتشف ذاتي وحياتي بنفسي ونسيت كل اللي علموني اياه مين انا مين لازم اكون كيف لازم اكون كله اريس ميموري كومبليتلي وفي هالست سنين اكتشفت انا مين شخصيتي شو لان حسيت ان شخصيتي كانت متشكله على حسب تربيتي على حسب عاداتي وتقاليدي نو اي ونت تو نو هو ام اي اي دونت ونت يو تو تيل مي هو اي شود بي ما بدك تاخدي قرارات مبنية على آراء الآخرين وهن رأيهم بالموضوع yeah. ومثل يعني بالانجليزي يقولون يعني I became more spiritual ما بالعربي شو يسمونها روحانية mm. uh, روحانية أكثر إنه في تركيز um, instead على الأشياء اللي في الدنيا اللي ما تسوى وال والdistractions والluxuries وهذا كله صار في تركيز على الروح شو تحتاج الروح الروح تحتاج انه تكون اوثنتيك تو بي ريل تو كونكت تو تو ليف ترولي هالاشياء كلها ما علموني اياها فانا تعلمتها بروحي فاحس ان احسن شيء الواحد يسويه to mature and to grow is to unlearn and relearn everything on your own unlearn امسح كل شيء علموكم اياه كيف لازم تكونوا تصرفاتكم تفكيركم احنا مثل عجي... مثل الطين صلصال احنا فلما نولد شكلونا بس انا شو شكلي اصلا هو اماي انا مين آه هذا الشيء ضايع فانا اخذت ست سنين قاعد اكتشف هالشيء هو اماي شو البربس مالي شو هدفي شو الرساله اللي الله حطنها فيني وليش انا موجوده في الدنيا هاي فلما رحت بالاتجاه هذا خلص صار انه ما يهمني شو الناس يفكرون فيني ما يهمني تقبلهم انا عندي الحق اني اغلط عندي الحق اني اعيش عندي الحق اني اتعلم لحالي Without any judgement. انه نكسر مش ضروري القاعده تكون هي الاساس او مش ضروري الاهل اللي حطوه براسنا هو يكون اللي إحنا ماشيين وهذا ثقل كبير مرات نحمله ونضل حاملينه كل عمرنا وما بنقدر نغير حياتنا مع انه مش ما بنكون سعيدين. صح. آه بس آه مرات بنوقع آه او بصير صدمه بالحياه بنرجع بنعيد النظر يمكن هذا البزنس اللي قلتي لي انه فشلتي بالبزنس آه ساعدك انه ترجع تعيد النظر ب بحياتك مش كبيرة. مش بس الب... مش بس البزنس يعني بعطيك مثال ثاني انا كنت متزوجه مرتين ومطلقه مرتين طبعا في عاداتنا وتقاليدنا ان الطلاق عيب نو <applause> no واي مش متقبل مش متقبلينه ابدا وتكون المرة ناقصه لما تطلق بالاسلام اتس نوت الطلاق عادي موجود والحياه تكمل وكل شيء في قواعد وكل شيء اتس نورمال بس انا احس دائما العادات والتقاليد هي اللي تخرب الدين لكن اني انا طلقت مرتين وكيف كانوا مربيني انه عيب المراه مهما كانت غير سعيده تضل متجوزه حتى لو عندها اولاد تضل اولادها وتعيش وتكمل لان هاي هي النورمال العيب عيب الطلاق عيب اتذكر امي عندها صديقه بيست فريند تعرفها من عشرين سنه متزوجه واحد وهذا الواحد تشيتينغ اون ومتزوج ألف مره ويعذبها ولا يهتم فيها ولا يصرف عليها

Depression, stress, stress hmm. لها, لها, "Maybe if you get divorced with Aishin your you can beat cancer." No, uh, okay. She got cancer. She healed from cancer. I looked at this and I said, "Oh my God!" I just a simple decision in a situation, very negative. حتى صحتك حياتك طولة عمرك تتأثر بهالشيء هذا ليش 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 الطلاق عيب ليش الطلاق ليش هي حبيسة هالفكرة هذه شي ان شي زنا سجينة هالبني آدم هاي سجينة فكرها وعاداتها وتقاليدها فأنا طلقت مرتين وأتكلم I'm very open أتكلم عن الطلاق بشكل عادي إنه أوكي رحت على زارة اشتريت لبس It didn't fit me. رجعته لزهرة، It's okay. Oh my God. I don't care. It's fine. وماما بتقول لي دائما خلص اتزوجتي مرتين وعندك ولد. خلص ما في داعي للزواج مرة ثانية. أقول ليش؟ I will get married 10, 20, 30 times. مين راح يسترجي؟ I, دونت don't care. مين راح يسترجي الجواز؟ <applause> no, I, I don't care, mama. As long as أنا يعني I find my happiness and I find the right man. ليش لا؟ ليش لا؟ شو اللي عيب نو اتس نوت عيب اتس حلال اتس نورمال اتس فاين وانا يعني اختياراتي كانت دائما غلط في في اللايف بارتنرز دائما اختار انسان uh, رجال نرجسيين <مم> وهذا الشيء طبعا انا اي لاف ثيرابي سو اي ديد ا لوت اوف ثيرابي واكتشفت ليش انا دائما اختار النرجسيين okay because it comes from trauma from upbringing from childhood and all, all these things where i felt that i am not worthy of love so i choose people who treat me bad and i feel like that's the way i should be loved and also related to culture and trauma and all that so i'm a big advocate for therapy i do a lot of therapy i've done hypnotherapy i've done normal therapy any therapy بتفكر فيه واللي عاداتي وقد تقاليدي قالوا لي ان اتس رونج تو دو ثيرابي لانه بس المجانين بيعملوا ثيرابي انت مينونه انت مو صاحيه تروحين ثيرابي بالعكس اذا انا قلبي يعورني اروح دكتور قلب اذا انا عظامي تعورني اروح دكتور عظام لكن اذا روحي تعورني اروح اي جو دو ثيرابي بس ما علمونا هالشيء هذا للاسف بس انت قلتي انه انت ايمن الفا وومن الفا وومن وهيدي الشيء بخوف الرجال يعني ليش؟ يعني ما قادر يحس هو انه رجولته؟ مش رجولته بس يعني قراراتك يعني شخصين ديوك بنسميهم اثنين اثنين really روس اثنين no, no. روس بالبيت انا بشرح لك شوف ايمن الفا وومن برات البيت بالشغل ان لايف I am an alpha woman بس بالبيت مع my man I'm not an alpha woman I want to, أبا واحد يدلعني أبا واحد يسوي لي أبا واحد. I'm not لأنه this is not the nature of life you know مع الرجال لازم الرجال يكون ألفا تحسسين برجولته لكن إذا رجولته ناقصة شو ما سويتي he's not gonna feel like a man so أنا المشكلة أن most of the men اللي كنت معاهم كانوا they're not alphas they thought they were overconfident confident mm. And لما تكون انسان overconfident وفاضي من جوا لما تكون مع مره واثقه من نفسها ان strong يا بتكسرك اوكي okay? او يا بتطلع احسن ما فيك بس that's simple as it is بس انا مع مع لما كنت متزوجه مع زوجي نوية من ألفا, no way I'm in الفا مضبوط في في رجال بيضعفوا المره بس لي هو يبين رجال yeah. وفي منهم بيستفيدوا لا بالعكس اذا آه, هي قويه هي شريكه حياتي mm. و, آه, و أنا ما بحس حالي ضعيف بالعكس أنا قوي وأنا فيني أكون أقوى بس بكل واحد باتجاه يعني ما ما بتنقص من من رجوليته صح ترى هاي المشكلة هذا الشيء ما بيتغير إلا يوم الريال يتع... يعني يتعود على فكرة أن المرأة she doesn't compete she completes you no matter how strong قوية شخصيتها قوية قوية بشغلها بذاتها بكل شيء بفكرها مش معناته هي ال يعني شيز كومبيتينج شو بالعربي يقول كومبيتينج المنافسة منافسة oh. لإلك لا هي بتكملك مش منافسة لإلك هي بتكملك ذاتس ات لأنه طبيعي أنا ك كمرة يعني في أشياء ما فيني أعملها الرجال فيهم يعملها والرجال نفس الشيء في أشياء هو ما يقدر يسويها المرة تسويها فإتس بازل بيكملوا بعض بيسكروا على بعض مش إنه مش لازم يكون في منافسة من بينهم لكن الرجل وانا يعني حاسه بالرجل لانه تخيل هو راح من من شوف الجيرني اوف لايف راحوا من مكان كانوا يدفنون البنات ويستحموا البنات لفجأة المرة مش قوية لمرأة كانت الملكة كانت مرة لفجأة الرجل صار الملك لفجأة هلأ ناو الومن كلهم اون توب صاروا فاي فيل في كونفيوجن للرجل في في منافسه بال... بالفيلد يعني عم تاخذ مكان معين يعني في صار في زحمه شوي عم تاخذ كومبيتيشن او عم تاخذ هير اون سبيس ان ا بوزيتيف واي بس كان اي كان اي اد سمثينغ تو ذات يعني انا ايما مسلم اوكي okay? والرسول عليه الصلاه والسلام محمد كان يشتغل عند زوجته شي واز ا بزنس وومن كان يشتغل عندها وكان اصغر منها and هي was so proud. يعني كان يروح برا يتكلم عنها ويفتخر بزوجته هذا الشيء ما يصير الحين واحنا نتكلم عن الاف السنين طب شو صار هلا ليه و... ليه... كان رسول محمد not alpha he was alpha he was perfect بس what's happening to men nowadays I don't know I think هاي هاي وهاي حتى يعني أنا لما أطلع على الكتاب فاطمه تطبخ بالمطبخ محمد بالقراج مع ابوه ما اشوف فاطمه بالقراج ومحمد بالمطبخ انه يعني خلص صار في مثل كاتيجورايزين وكل واحد بده يفوت بالكاتيجوري تبعه it's, it's funny يعني اشوف على ايام الرسول كيف كان واشوف الريايي الحين افكر شو صار لك like ناو ما في رجال بس ساره انت بتكملي هيك يعني اذا عاملين هيدا الديل انت وزوجك هل بتتصرفي بهالطريقه بكل يعني مثلا حلو هيدا الكلام بس انه فاينانشال اللي بتقوله انا لا انا انا بدي اشتغل انا بصرف على حالي انا no, انا اول هل ولا لا هو لازم يدفع هلا هون شوف انا الغلطه في بوث ماي ماريجز زواجيني انا كنت اصرف أنا كنت أدفع أنا كنت أسوي كل شيء I, I was forced انجبرت أكون الألفا لأنه إذا الريال ما بيصرف ما بيدفع الكهرباء ما بيدفع الأجار ما بيدفع مين بيدفع لازم أنا I stand up وألبس البنطلون وأكون الريال فلكن لو كنت في relationship let's say healthy no الريال he's responsible يس yes, في ايام راح ينكسر انا راح اوقف معه في ايام بده مساعده فاينانشال اي ويل جيف اي ويل سبورت ان اني واي اي كان لانه ايم a ا تيم وير تيم لكن في النهايه اذا رج... اذا ريال يبغى يكون الفا ذس از بارت اوف بينج ان الفا يو هاف تو بروفايد يو هاف تو بروتكت يو هاف تو دو هاي الاشياء كلها يعني برايك مش المره ممكن هي بتقول انا بدي حياتي وبدي انا بدي يكون عندي شغلي وبزنس بس لما وينت كمز تو ذا ريل لايف اوف spending of taking responsibilities بتزت هذا الموضوع على يا yeah, شوف يا بتزته بيكوز اتس نورمال لانه ذس از بارت اوف ما اتس نوت فير اور اور يو كان هاف ان اندرستاندينج بينك وبينه انه هاف هاف واتس رونج وذ ذات ذير از نوتينج رونج وذ يعني ات ديبندز بس ذا رايت ثينج تو مي ايم تراديشنال شويه بالتفكير وان اي جو باك تو انه يروح يدفع عنك بالعشاء مثلا

ريليشن يعني اوكي okay, بطلع مع ماي بزنس بارتنرز بيدفع أنا بدفع مرات اوكي فريندز ميل فريندز اوكي بس انا عم بحكي ريليشن انا ما كنت مع ريال دفع لي حق كل شيء او سوالي لي شيء انا ب... انا كنت سو so, قبل الزواج بيدفع بعد الزواج بطل ولا يدفع. قبل ولا قبل الجواز دفع انا كنت اصرف انا كنت اسوي كل شيء كان يعني الحجه انه اوه انا فاينانشلي ما عندي خلينا نحطها بطريقه ثانيه انا اللي كنت معاهم استغلوني فاينانشلي ذي وير وذ مي فور ذا رونج ريزونز بس كمان انت صورتي حالك I'm the entrepreneur I'm the, the I started working بلشت كان عمري 14-15 سنة انا السكسسفول فاينانشلي انت عملتي هالايمج كمان شو خص الايمج هذا بدور الرجال انت عم بتدوري على يعني عم مش عم تستقطبي او صرتي ماجنت لهيدا المواضيع يعني كمان ممكن عم تقولي لي انه اه يعني قصدك انه انه انا صرت يعني مثل فريسه لهالناس اوف كورس يس بالضبط يعني انت حطيتي حالك yeah, yeah. بهاي الأمج ما حطيت حالي انا اي ام دوينج ماي بيست فور مي اند اف ماي بيست اتراكس ذا رونج بيبل ات هابنز بتصير انه انا لانه الناس اوه عندها فلوس وعندها بزنس خلينا نستغلها بتصير لكن انا ليش ضعفت لناس بالمستوى هذا كمان انا عندي مشكله م. يعني انا ما فيني اقول انه لا هم اخذوا فلوسي وهم ضيعوا وقتي هم هم انا ما فيني اعمل كنترول لحدا انت أنا موضوع قابل يعني لا لا انا ما فيني اغير حدا ولا اعمل كنترول <applause> لحدا صح لكن انا اطلع على حالي انا وين غلطت وين صار غلطت لان انا بدي اتعلم بدي اكبر بدي اربي حالي اي want تو جرو as ا person انا وين غلطت ليش تقبلتي الوضع هذا ليش بقيتي يعني بقيتي في الوضع في الوضع هذا ففي مشكله هني فعشان شيء انا رحت سويت ثيرابي وصلحت الموضوع هذا فرايت ناو هاي الغلطه ما تصير no way بالضبط هو بس نحن عم نحكي على الايمج اني anyway, واي هاي, هاي الشخصية الانتربرنور الشخص اللي بحب البزنس بحب الشغل بلشتي تحسيها من انت وصغيره كنت تشتري الحلوى وتعطيهم ل... لاخواتك وقرايبينك يس yes. هالبزنس مايند منين اجى من اهلك no. حسيتي انه انت يعني ما. هيدي يعني مش هوايه بدي اقول انه تالنت شوف انا احس الانتربرنورشيب شيء يقدر الواحد يتعلمه لكن في انتربرنورز فيهم هالاكسترا سبايس مولودين فيه يعني انا بابا يقول لي انا ما اتذكر بابا يقول لي لما كان عمرك اربع سنين كنت تسوي لنا مساج بفلوس لما كان عمرك خمس سنين كنت تشترين لانه انا ماي كازنز انا امي وابوي شويه اوبن مايندد ماي كازنز اهلهم ما كانوا يخلوهم يطلعون يروحوا السوبر ماركت فانا شو كنت اسوي استغل الوضع اروح اشتري ارجع ابيعه دبل ذا برايس أنا ما أتذكر هالأشياء هاي ولا أتذكر ليش سويتها لكن إتس بارت اوف ماي ستوري فبيبين إنه من عمر صغير I I was independent و I wanted to have freedom و I wanted to أكون entrepreneur ولين ما صار عمري 15 سنة بفتحت أول بزنس طب سارة كمان أنا بدي أكون محامي الشيطان شوي صغير الأشخاص اللي بيقولوا عنك إنه أنت بتعطي موتيفيشن للتوك بتشجعي إنه يعني النجاح و ولازم تتعبوا وتشتغلوا وانا تعبت بحياتي واشتغلت هيدا بس يعني في لما بيطلعوا العالم بيقولوا طب هيدي بتجيني كتير كمان هيدي الانتقادات انه انت مرتاحه يعني بتقولي ما معك مصاري انت انت بس مجرد تكوني اماراتيه في 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 فرص عمل اكثر في الحياه متوفره اكثر كيف بدك تقدري تقنعي الاشخاص انه انا تعبت واشتغلت وبي لايك مي اوكي سو انا like Uh, كإماراتية طبعا عندي بريفليج أكيد uh, uh, عندي أشياء وايد من الحكومة وهم ما يقصرون في الإماراتيين بس أنا ما أخذت أي شيء مقدم لي فري من الحكومة نو no واي مستحيل يعني أنا مطلقة فيني أخذ بيت فري ما أخذت بيت فري أنا مطلقة فيني أطلع راتب uh, لإلي ولابني I don't take anything from the government this is the second thing uh, ثالث شيء أنا لما بديت البزنس مالي ما أخذت فلوس من أهلي لا من وراهم اشتغلت مودل واشتغلت بروموتر من وراء اهلي، هم ما بيعرفوا كانوا بيفكروا انا بالمدرسه عم بعمل اكتيفيتيز وباسكتبول وها اي واز سيلينج بيبسي ان كارفور ات ذات تايم فلحد ما مسكتني صديقه امي وشافتني وانا اي دينايد تل ذيس داي اي دينايد سوري مام بس اي وركت از ا موديل اشتريت الكترونكس وبعتهم لحد ما جمعت في خلال ثمان شهور مبلغ 20000 درهم عاد على هالايام في 2000 و... نتكلم عن 2003 احنا او 2002 كان مبلغ كبير مزبوط. وفتحت اول بزنس فانا لا اخذت مصاري من اهلي ولا اخذت بريفليج من الحكومه يعني انا كنت اقدر اقدم على الاسامي واخذ فري لايسنس فري بزنسز فري كشي everything ان ماي لايف اي بيد فور وانا على الهوا والحكومه فيها تسمعني هلا انا اي ديد نوت تيك اني يعني حتى كاماراتيه فيني اخذ ارض ببلاش وابنيها

I'm doing everything on my own working every single day 2013 uh, I lost everything ما كان عندي زيرو بالبنك I was minus 500,000 وبدأت من أول جديد تذكرت شو عملتي يوم عمرك 15 سنة وجمعتي كل شيء ارجعي يلا do it all over again مثل العصفور اللي الهواء بيطير عشه بيرجع يبني أي مكان أي مكان لأنه بيعرف البيسكس بيعرف الستبس ما نعطى كل شيء لإلي لو كان لو كل شيء عندي انا عطى لإلي وخسرته اوف ديبريشن ما راح ما, ما, ما بعرف ابني حياتي من اول جديد لكن انا بنيتها فروم زيرو فكل ما تكسرني الدنيا ارجع ابنيها مره ثانيه وكمان في 2013 خسرت كل شيء في 2015 او 18 دورينج ذا ريسيشن كمان خسرت كل شيء دورينج كوفيد كمان خسرت ورجعت بنيت كل شيء من اول جديد الواحد اللي بيعرف ال الريسبي فيه يعيد الطبخه اي اي وقت بده اياه صح بس سارة في في هذا الكلام ممكن اشخاص ريليت تو وفي اشخاص بيشوفوه كتير بعيد عنهم بمعنى يعني خليني أعدلك اللي انت قلتي بس بطريقه بوجهه نظر اشخاص ما عندهم حتى فرصه لل للشغل او للاكل او ل... للمقومات البسيطه بالحياه <applause> لهن... لانه في اشخاص ممكن يكون هو هو مكتئب او عنده الفرصه بس بده هالبوش اللي انت عم تعطيه وهالموتيفيشن اللي انت عم تعطيه بس في اشخاص ممكن يسمعوا الحديث مثل كانه هيدي نكته يعني اللي مثل كانه انا الخادمه اللي عندي فقيره والرولز رويس اللي عندي خربانه منا منيحه والفيلا اللي عندي مكسره وانا <applause> فقيره يعني بيخدها بهذا الايمج انه انا عندي كل هالقصص بس انا ما يعني انا انا انسان انه عملت حالي بحالي بس في كتير امكانيات حوالينا وهيدي شغله مثل ما قلتي في بريفليج لالنا كلنا موجوده بس هل انه بتقولي انه انا فعلا من التعب بلشت من الصفر بلشت ولا اخذت بس بلشت من مليون دولار مثلا نو no, نو no, بلشت من الصفر مثل ترامب يعني بلشت no. من مليون دولار بلشت من الصفر اند And... يعني أقف. اذا الواحد يروح يسوي ريسيرش عن قصتي حتى لما خسرت كل شيء ب 2013 كان فيني اروح للحكومه واقول لهم اوكي اي ام ساعدوني اعطوني لون اعطوني ما اخذت ولا شيء ولا شيء كاماراتيه انا كل حقوقي ما قاعده استخدمها <applause> ليش؟ لانه مثل ما قلت لك انا احس انه اذا ما تعبت على شيء، احس اي دونت نو يعني اي ثينك ذس از ا كاركتر هاي شخصيه انه انا اذا ما تعبت على شيء، احس انه مش لإلي لازم اتعب عليه هذا اول شيء ميبي ميبي um, still لناس بيشوفوا I'm still privileged حتى لو عندي وما عملت وما أخذت وبنيت حالي بحالي وجمعت مصاري بحالي واشتغلت لحالي um, في قصص كثيرة حوالينا ناس كانوا بسجن وروبرت داني جونيور كان بسجن وهلا هي became one of the paid most paid actors um, in three in four years ago yeah he was the highest paid actor um, my some of my business partners كانوا بيشتغلوا مارت بأمريكا بي ترولي شترولي <applause> كان عندي خدامة هلا عندها صالون كانت خدامتي تشتغل ناني عندي قالت آه, قلت لها شو طموحك انت شو طول حياتك رح تربي ابني معي شو طموحك قالت لي بدي افتح صالون ساعتها فا اي ثينك اللي عنده وات ات تيكس ذير سو ماتش اوبورتونيتي اراوند يو اسهل شيء بالدنيا الواحد انا ام جونا سي ذس وانا اي نو ا لوت اوف بيبل راح يزعلوا يقولوا اه نو واي اسهل شيء بالدنيا الواحد يجيب مصاري اسهل شيء وكمان هي اصعب شيء في نفس الوقت uh, في مليون طريقه الواحد يجيب فيها مصاري بس هي الشخصيه البرسوناليتي البرسيفيرنس يعني اناني تبعي اذا ما كان عندها الشخصيه وانا بعرف انه هي قويه I would not have helped her and invested mm -hmm. in her. إذا كانت شخصيتها ضعيفة بقول أوكي طو عندها طموح كيوت يو نو بس إنه ستي أناني لأنه ذيس إز وير يو بيلونج لكن ماي ناني شي واز سترونج شي إز جود إن ماث جود إن فاينانس جود إن ذيس إنه إف يو هاف وات إت تيكس أوبرتونيتي ويل أولويز تطرأ على بابك يعني أولويز um, في قصص كثيرة في ناس حوالينا كانوا بيجرز جيم كاري هي يوست تو بي أ بيجر أون ذا ستريت يعني أوكي okay, إذا أنا شخص قصتي ما راح تلهمكم لأنه you think I'm privileged although I wasn't uh, هي شو تفسيركم له؟ هو أتذكر مرة شفت انترفيو لجيم كاري كان يقول كنت فقير وأخذت ماي تشيك بوك وكتبت مليون دولار عليه لحالي لحالي, لحالي وحطيته مم. بالوالد مم. تبعي وقلت لحالي في خلال سنتين أو سنة I'm gonna make I'm gonna this gonna million dollar I'm gonna مم. cash it uh, طبعا هذا تشيك بدون رصيد كان صح. وفي خلال سنه عمل 10 مليون نوت 1 مليون طب وات ميكس هيم ديفرنت؟ ما هو كان بالشارع، كان شحات بالشارع، كان بيجر. وات ميكس هيم ديفرنت ذن ايفري ون ايلس بالشارع كمان؟ إتس ذات سبايس، إتس ذات الشخصية، إتس ذات ذا تو بليف ذا يو بليف إنه نو واي نو ثينغ إز إمبوسيبل، أنا أيام لايك ذيس، أنا بليف نو ثينغ إز إمبوسيبل، ما بزعل أنا، بخسر مصاري ما بزعل، ب, uh, بخسر كل شيء ما بزعل، يعني لأنه uh, أحس إنه في شيء تعلمته من حوالي عشر سنين التوكل م. كلمة توكل موجودة في القرآن مليون مرة بس ما حد علمنا شو يعني توكل يا بس إن الواحد يتوكل على رب أوكي طب شو يعني توكل توكل is an art it's نوت um, not knowing God will be there or God will help you it's believing في difference between knowing أنا بعرف م. بس في فرق بين I believe لما الواحد يتوكل خلص سواء صار شيء منيح أو شيء bad in your life you know there's always something there's always a reason for it في حكمة ورا الموضوع هذا God doesn't hate anybody everything happens for a reason it's either a lesson or a blessing فأنا ما بزعل أبدا على أي شيء not because I'm Emirati and privileged I swear to God there were days ما كان عندي فلوس أكل ومستحيل أطلب من أهلي ما بتزعلي ما بتخافي لأنه عارفة أنه الطريق اللي أو عارفة أنه فيك ترجع ترجع كل شيء عملتيه يعني لحالك that's, لحالك. Mm. that's the belief uh, وانتي قلتي I'm a gold digger gold digger yeah. <applause> not, the, not a gold digger without a without D, a D. A D yeah. no it's, it's really it's really nice uh, uh, we don't believe <applause> كمان حتى بالحظ ما بتأمني بالحظ وأنا بكرهها هالكلمة يعني هو وخصوصا نحن لما نزت على الأشخاص يعني لما أنا أقول نيالة حظها حلو أكيد جيها opportunity واستغلتها yeah. انه اكشلي إن, ما شفتوا شو اشتغل هذا الانسان، ما شفتوا شو تعب، ما شفتوا من جوا اذا مبسوط ولا مش مبسوط، اذا قد هو فعلا اجاه حظ ولا قد استغل كل شغله وكل فرصه. صح الواحد يروح للسينما بيدفع 30 درهم للتذكره بيشوف الفيلم واو بيطلع ما بيعرف قديش شغل ورا الفيلم وقديش تعب وقديش everything سو اتس ايزي لما تشوف حدا سكسسفل تقول له يور لاكي أنا بكرهها كلمة lucky لما حدا بيقول لي mm -hmm. lucky I'm like I'm gonna die you know I'm gonna die I'm not lucky mm -hmm. I worked so hard إنه uh, ما بتعرفوا قديش بكيت وقديش uh, حبست حالي وقديش كان في ديبرشن وقديش خسرت ناس وقديش قديش it's not luck شوف I'll put it in this way what is luck the right time the right place right هاي هي ال luck صح you were at the right time at the right place you were lucky but isn't that planning it's not luck it's planning سو so, انا بكره كلمه حظ لكي انت انت يور لكي انت اماراتيه مثلا كان عندي واحد شفت بنت قبل ست شهور uh, هي هنديه قالت لي انت يور لكي يور اماراتي اند ايفري ثينج يو هاف از بيكوز يور اماراتي I looked at her I was and in my head أنا عم بتخيل yeah. والله إذا أنا كنت مكانك I would make all of India I'll take all of India put in my pocket but <applause> that's me that, that's not you that's me ف so it's believing in yourself <applause> انه تعرف انه ما في شيء يقدر يكسرك That's as simple as it is. <applause> وصار بتلاقي انه كمان نحن بعصر او بوقت كمان الامور اسهل يعني ممكن السوشيال ميديا يفتح باب لشخص قاعد بالاسكيمو معه موبايل ات ويل اوبن ذا opportunity just you need to move you need to ask وهيدي انت حكيتي عنها انه yeah. go and ask keep asking yeah. ask for help ask for collaboration ask for for an advice just do it do it لانه the, the moment you don't believe انت that i cannot do it خلاص nobody will nobody will do it for you no it's شوف النهايه حكمه it's all شخصيه يعني mm. انا بعطيك مثال احنا لما we want to invest نبغى نستثمر في مشاريع صغيره متوسطه اوكي okay? Um, أنا ما أدخل الشخص المكتب وأسمع الفكرة no way no أنا I do a camp مع my business partners we all do this we do a camp نجيبهم على مخيم نعملهم uh, 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 مثل activities to pressure their personality and their character um, نخليهم يعني يطبخون يشتغلون يبنون المكان اللي راح يناموا فيه في كومبيتيشن ذا نيكست داي في ركض في وحل في هذا كله وبيست على الشخصيه مين بيضلوا محترم مين بيضلوا تيم بلاير مين بيساعد وي انفست ان ذات بيرسون شو ما كانت فكرتك It doesnt matter wow. لان شخصيتك رح توصلك لفوق وفي ناس i cannot do this او i don't wanna work with this ويطلعوا من ثاني يوم they cannot احنا 3 داي كامب وي دو اي تشوز بيبل بيست اون كاركتر ليش لانه انا فيني اعلمك knowledge طريقة الشغل أنا فيني أعلمك كل شيء بس شخصيتك نوة no ما فيني أغيرها إذا شخصيتك ضعيفة وشخصيتك um, يعني you're not kind you're not hard working I cannot teach you these things it's a character it's a DNA صح وقديش yeah. الشخص هو بده يوصل قدي هو بده النجاح يعني أنت لما تشوفي شخص بتحسي أنه هو بده إياها mm -hmm. للشغلة بت... بتساعديه بس إذا جاي شخص هو مش عارف بده يعني بده جوب ومش اكيد يعني هو جاي لعندي ومش اكيد اذا هو رح ينجح ولا لا يعني هو نفسه فانت مش رح تعطيه الفرصه يعني انت الشخص اللي هو منه اكيد انت رح يشكك اذا هذا الانسان بينفع بيكون بالوظيفه ولا لا فكرتك حلوة بس شخصيتك ضعيفة فكرتك ما راح توصل لبعيد لأن شخصيتك م. ضعيفة ففي حدا راح يجي بعدك بفلوس أكثر بشخصية أقوى بيعمل نفس فكرتك وبيكسرك so I'm not putting my money with you م. it's as simple as this سارة قديش قديش عم عم نفيد العالم خلينا نلس really تل هيك نحن نقعد مع بعض قدي هذا الكلام عم بفيد أو عم يستفز العالم لأنه أنا هيدي براسي مبرومة أنا القصد حدا يستفيد من كلمه mm -hmm. وما ياخذها انه من غير بوزيشن واحد عم بي شيرنج ذس فور فري يعني الخبره اللي انت مرقتي فيها انا ام هافينج يو از ا guest تو ريلي شير يور ستوري لانه لا اتليست يمكن لو عشرة استفادوا من كلامك انا ام هابي yeah. حتى لو واحد في النهايه شوف في ناس they are waiting للبودكاست هذا ليشغل هم عندهم uh, small spark جواتهم mm. this interview might start a fire جواتهم وبيطلعوا بيعملوا شيء بحياتهم في ناس اللي قليلين الحيلة they don't believe in themselves or oh, they don't believe in anything or oh, they're negative to them this podcast is very negative like oh whatever it's boring you know mm. Mm. ففي النهاية مثل ما قلت لك كل شيء يرجع للشخصية بس أنا يعني أنا I have a tattoo uh, do you know what what does a light worker mean Light وركر. Light worker. شخص بيشتغل شيء خفيف No, no, no Light Worker Google it um, Alright um, I want everyone عم بيسمع البودكاست mm. To Google the كلمة Light Worker هي كلمة واحدة لازقين في بعض um, Light Worker هو إنسان عارف أنه الله حطه بالدنيا هاي وشغلته Is to um, Spread light And positivity And to help others Light L. Light okay. Worker Yeah فأنا I'm a Light Worker mm. Andita too Here it says Light Worker As well لأنه I يعني انا كيف صرت هيك وتفكيري كيف صار هيك لما عرفت شو البيربس تبعي بالحياه انا ليش الله خلقني ليش انا موجوده شو المسج I'm a messenger of God what's my message what is he trying to do مم. with me before I die um, ما بعتقد انه الله حطنا على هالارض لنجمع فلوس ومصاري وسيارات وبيوت ونموت ولا شيء من هدول بيروحوا معنا للابر مم. so it doesn't make sense My purpose is I'm a light worker. I'm here uh, to educate people, to help, to support, to bring light and positivity. So that's my purpose. So I love helping people and I'm always helping people. يام يام no. Mm. And you, you, uh, they thought I was trying to use them. Positivity is so rare that when you do it, people think you're trying to use them. Mm.

يعني في اشخاص وبكلمه ممكن نهدى يعني ممكن أكيد. نقول لشخص لا شو بدك بالشغله انه مثلا هي هي تراينج بس الواحد على طول بيكون عنده داوتس كل انسان عنده داوتس عنده شو داوتس ال يا شو doubts نو ذا ذا ثينج از اللي, اللي ب, بالنسبه لل, للغه العربيه مش عارف شو الداوتس اني واي الداوتس نسيت اوكي داوتس ترجمها داوتس واتس داوتس آه شك بنفسه شك سو يعني. okay. so كل انسان عنده شك بحاله ما في ح... يعني ما... ما... ما كل واحد شخصيته قويه بيرفكت الا ما يكون عنده داوتس وعنده شك بحاله ناقصه هالكلمه لحتى يا تخليه يتقدم ويكمل او يمكن يتراجع وخصوصا اذا اجت من شخص بيعني له الم... الشخص الشخص صح. بحبه او شخص قريب منه صح ممكن تاذي ممكن تغير حياته 100% بس خليني اقول لك شيء عن الداوت والشك الشك هو معناته انه لما انت تكون في موقف تفكر انه ايم not نوت جود enough صح مظبوط الداوت رايت اوكي خلينا نتكلم مثلا على سبيل المثال انا اعطيتك فكره وانت عندك شك الشك شو نص نص 50 50 <applause> it might work it might not انت ليش متمسك بالمايت نوت ليش مش متمسك بالـ it might work؟ فبيصير إنه البوزيتيفيتي إز مايند سيت لما تعطيني أي أوبرتونيتي لما بنحط لو بشترك بأي شيء هي هذا دائما تشوفني أنا متمسكة بالـ 50% it might work، أنا تاركة الـ 50% it might not، ليش؟ لأنه إذا 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 ما سويت الشيء الحين the what ifs بعدين إذا لو كلمة لو راح تقتلني ندم اكبر فيها الندم اكبر تخيل انه مثلا انا اقول نو لفرصه وهي الفرصه تغير حياتي بالكامل راح موت م. فانا اي دراذر اني افشل ولا اني اقعد اقول لو صح نو no واي way. No way. كلمه لو تقتلني ندم على فعل شيء خطا اقل من الندم على عدم فعل الشيء اكزاكتلي exactly. انا سويته وفشلت اوكي بزعل بحزن خسرت اوكي فاين بس اقعد بالبيت وأقول شو لو م. سويت هذا الشيء هاي بتموت بس بتعرفي من شو بنهرب ساره؟ من شو؟ بنهرب من ال بنقول ما نعمل الشيء اسهل من انه نعمله ونفشل لانه نحن خايفين من رده فعل العالم لانه رابطين حالنا بالفاليديشن تبع الاشخاص التانيين، نحن ربطنا حالنا انه اذا انا بدي انجح عم بنجح عشان فرج العالم انه انا عم بنجح، واذا انا فشلت بفضل خبيه لانه ماني قادر واجه آه هالاشخاص هيدول قيود، قيود آه. قيدتنا هاي أنا ما عندي هالشيء هذا، كسرت القيد هذا من زمان، آي دونت كير، فشلت سارة، نجحت بس يا سارة في ايمج، في ايمج عم نرسمها عن حالنا، أنتِ سارة حلوة yeah. وسيئة سيارة حلوة ومعك جي كلاس ومعك ما بعرف شو بعتها ما بعرف يعني ما بعرف، <applause> أنا شفتهم شوي على السوشيال yeah. ميديا، مش عم إن شاء الله بيصير عندك يخت، بس أنا القصد في ايمج رسمتيها لحالك، قد بتحسي مش عم بحكي عنك، عن إن لما نحط حالنا ببوزيشن معين لو نصه حقيقي او 70% حقيقي وفي تبهير بهار بتعرفي بنبهره لحتى يبين والسوشيال ميديا بتجبرنا مرات انه نحن نعمل فوتوشوب نعمل بولش نعمل عمليات تجميل نعمل آه نلبس لبس معين سو so حطينا حالنا بوزيشن صعبنا على حالنا ال يعني صعبنا حالنا المهمة إنه صار أنا بطل فيني أنزل على هاي أوريدي العالم عرفتني بهيدا الليفل نو no, يس yes, بعرف إنه هاي مشكلة كبيرة بس نوت تو مي دو يو هاف إت؟ نو زيرو يعني أنا اللي بيعرفني لايك يو أسك أني ون ذات نوز مي فيري ويل أنا أي دونت شوب أي نيفر جو شوبينج بيرلي هلا بعت سيارتي لأنه عم فكر بدي أشتري سيارة جديدة أوكي okay, عم بستنى وهلا عم بسوق سيارة أمي like okay I can buy a nice car but I'm driving my mom's car why ليش why am I wasting money she has an extra car at home I'm driving it I'm not a big deal والناس يسألوني وين سيارتك بعدها هاي سيارتي سيارة أمي <applause> لا تقولين قدام الناس ان سياره امك ليش ليش يعني انا انا اي بيرلي وير جولري لايك هاي اللي عم بتطلع انا ملاحظه <applause> هاي 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 من ابني هاي من ابني هاي هاي من بالي هاي من اي دونت نو وير اتس اي بين ويرينج ذم فور سو ماني ييرز يعني هاي الفان كليف لابسته صار لي يمكن 10 ييرز اي دونت اي دونت كير اباوت ذيس ثينجز يعني انا لو بصرف فلوسي بصرفهم بالسفر معروف هيدا الشيء سفر ثيرابي مساج يعني اكسبيرينسز وميموريز اما انا اي دونت كير يعني um, لدرجه انه يعني اي دونت كير يو سي مي تشيلد ماي clothes ار تشيلد انت لو بتطلع على البرنامج ذا ريل هاوس وايفز اوف دبي اي يمكن 80% من الحلقات I'm wearing normal clothes without brands I have no makeup on شعري مش مسويته والبنات البنات على سنغة عشرة براند و دولشي و فرساتشو I don't care لأنه إذا If inside اصفاضي اللي برا it's just a facade you mm. know I don't care اللي جوا احلى امور انترستينج من اللي برا بكثير يعني في دونت وانت تو سبيند ذا تايم لتتعرف على اللي جوا خليك اللي برا اي دونت كير انا اي دونت كير ام درايفينج ماي مامز كار اي ام ام ليفينج ا لايف فيري سمبل اي بيرلي باي اكسبنسيف ثينجز اي دونت كير اباوت ذيس ثينجز ابدا لانه حلوين لازم يكون في بالانس بين بين الانسان يعني سبيريتواليتي والماتيرياليزم لازم يكون في بالانس اي دو اي هاف فان بس ات does نوت فاليديت مي ويا ما كنت اروح على ايفنتس بيقولوا لي يلا يلا بسي براندز من فوق لتحت في ا لوت اوف فيموس بيبل اي دونت كير اند ذن بيطلع فيني بيقول لي اي ويش اي واز لايك يو واي دو يو ويش يو ور لايك مي ميك ذات تشويس حر ما في شيء احلى من الانسان يحرر نفسه من هاي قيود الاكسبكتيشن ال ال والمجتمعيه والستيريوتايب وهي كلها اي دونت كير اي دونت اي ريلي دونت كير اي فلاي ايكونومي سم تايمز I don't always fly business. Either I America with ticket of 50,000. Like, why? What the hell? I'll sit in economy. It's not a big deal. <laughs> and I post from economy sometimes. I, it's fine. I post sometimes in business. I post in economy. It's normal. Amtasar flying economy is something bad for people who are successful. flying economy drops your Mustawa كإنسان أو, أو, أو مستوى like your, your No, it's 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 crazy. I'm, I'm not embarrassed. I'm بالله alhawa here. I don't care and if you think low of me لا it's okay I don't care. Because with الناس هو انطباع لشخصيتهم مش لشخصيتي أنا زيرو، أنا لما بموت في حياة ثانية بعد هاي ما بهمني. أبدا لأن الحمد لله صار لي ست سنين محررة نفسي من التفكير هذا oh my god حكمت يعني الح... ما في احلى شيء من الحريه والله م. العظيم لا الفلوس لا لا البوزيشن لا الشغل لا البزنس حريه انك تعيش اوثنتك بدون ما تفكر بفلان وعلان وشي يفكروا فيني يعني اي دونت كير اي دونت كير وبتزبط معك از بابليك فيجر يس يس 100% شو خصه بيبل لاف مي فور ذس فور ذس not for this if you love me for this then one day if i don't have it you'll hate me one day if i lose my money ما راح تتابعوني you won't like me i'm not this i'm not انا روح انا ام هافينج ا هيومن اكسبيرينس ان ذس وورلد ذاتس ات وأنا want to make ميموريز لان لما بموت ما باخذ اي شيء معي انا غير ماي ميموريز كيف حسست الناس والذكريات اللي اللي سويتها معاهم الشيء الوحيد اللي اتركه في الدنيا كل شيء الباقي ما يروح معي اتس اول بارود فلوس بارود سيارات بارود ما في شيء بيروح معي انت مثل الديزل بتحمي <تحمي> بتاخذي وقت لتحمي أه بدي اياكي اطول بالبودكاست بس البروديوسر تبعك عنده وي هاف ا ميتينغ يو هاف مع انه هلا احميتي هلا بتعرفي الديزل بياخذ وقت ليحمى الانجن الديزل فكتير انبسطت فيكي ساره وكلامي كتير حلو لما واحد تعرف عليك فيس تو فيس Totally different. Last thing, uh, but they are for Anik. What are you doing? fee motivational talks. Uh, are you doing some lectures? Um, mm -hmm. w in the future, what, what's your, what's your plans? I don't near know. future. I don't know. Sarah, spontaneous. بكره افتح مطعم بكره بسك... بعد بكره بسكره اي دونت نو ايم جاست اي هاف ماي العالم عم تلحقك كبزنس انتبهي على وضعك ما تخبريهم اتس ترو اتس ترو شوفي دونت تريت يور بزنس از ا وايف تريت ات از ا ون نايت ستاند ذاتس وات اي سي ذاتس وات اي سي ليش؟ لانه اذا متمسك في البزنس تو ماتش لو البزنس خسر وما عمل مصاري رح تكون متمسك بشيء عم بيشفط منك ليت ات جو ات وركس ات وركس ات دزنت دزنت يو تراي ديفرنت ثينكس بس انه يعني My my future plans is I don't know we are working on so many projects I, most of my companies are tech um, uh, wealth management and all that يعني اكيد هي الاشياء رح نكبر we have a lot of our companies that are going public so في اشياء كثير عم بتصير but في شيء واحد بوعدك فيه انه I know for sure انه بكره انا رح اكون ساره احسن من اللي ساره اللي عرفتها اليوم and that is my main goal every single day لما البني ادم يكون احسن بيصير احسن بحياته بشغله بعلاقاته بكل شيء ايفن از ان لما الانسان يكون عنده هيلينج ويكون روحه طيبه ونظيفه كل شيء في حياته يكون احلى نظيف اكثر ف that's that's what I can promise you that's it بس public speaking اي I mean, I'm I'm traveling and I'm doing a lot of speeches here and there بس إنه. I think we need more of that و uh, ثانك thank you thank you so much thank for you. for coming قبل ما يقتلني البروديوسر thank you for having شرفتيني here. يا سارة انبسطت كثير فيكي وانا كمان شكرا حبيبي شكرا thank you